بسم الله الرحمن الرحيم. البحث هو عبارة عن شيء من الإجهاد الأدبي المتعلق بأحد الرواد الكبار والمؤثرين وهو الشيخ رفاعة رافع البغدادي. هذا الموضوع من الموضوعات المؤثرة في مسيرة المسرح العربي والترجمة من الفرنسية إلى العربي. عندما نتحدث عن تاريخ المسرح المصري أو المسرح في مصر، دائما يبدأ بافتتاح الأوبرا الخديوية في الأول من نوفمبر 1869، مما يعني عدم وجود أي نشاط مسرحي في القاهرة قبل هذا التاريخ. في الإسكندرية ممكن، لكن في القاهرة لا. هنا كان الغرض. عندما وجدت خبرا في جريدة الوقائع المصرية في فبراير 1869، أي قبل افتتاح الأوبرا بعشرة أشهر على الأقل، الخبر عبارة عن خطرين. ولي عهد الاعتراف بزوجته في القاهرة في نزهة مع الخديوي من ضمن وصف هذا السفر. وفي غروب ذلك اليوم توجه إلى التياترو المصري وتفرج عليه مع سعادة ذلك الجلال المعظم المستعين من مكان مخصوص. ثم عاد. هنا نقطة في غاية الأهمية. أي تياترو مصري؟ الأوبرا مفتتح بعد سنة تقريبا. والخديوي يذهب في نزهة مع ولي عهد انجلترا ويتفرج بمكان مخصوص. ده بيتكلموا عن مسرح كبير، مسرح محترم يتعلق او يستحق ان الخديوي يكون موجود فيه. كيف هذا والأوبرا لم تفتح بعد؟ اذا نحن امام اكتشاف مسرح او مبنى مسرح حكومي لا يعلمه احد. عندما استمريت مع هذه الجريده وجدت خبرا اخر بعدها بشهر يقول هذا الخبر: تم المحل، وبيتكلم عن شيء، المحل هو المكان. تم المحل، هو بيتكلم عن السر بالمناسبه، يقول مساحه السر، السر المصري. وده برضه 1869 في مارس. يقول تم المحل المنشا بقرب محل التياترو. تأكيد اخر ان في تياترو، بس هنا بيحدد المكان ويقول بميدان الاسباكيه. لأجل الألعاب الخيالية هي الخيول المتنوعة وما إلى آخره. إذا ما عندي تياترو لا نعلمه وفي الأسماكية وبالقرب من السيرك. السيرك فين؟ السيرك مكانه حاليا هو عبارة عن الحديقة اللي موجودة خلف دراسة الأوبرا. وده هي الصورة اللي موجودة عندنا الوحيدة. الأوبرا القبة اللي في خلفها هو دوت السيرك المصري الذي بني وانتهى خلال عام. ثم بعد ذلك لنجد مذكرات مبار باشا يؤكد قبيل افتتاح الأوبرا انه عرض في مسرح من الاسبابيه عرضا شاهدا. ثم نجد خبر اخر بان هناك عرضان تم عرضهما للجمهور بمقابل مادي من اجل الفقراء. انا بتكلم عن مسرح لا وجود له في التاريخ، لم نتحدث عنه ولم نسمع عنه. الاجمل ان هذا المسرح توقف بعد هذين الخبرين لمده ثلاثه اشهر او اربعه اشهر كامله، لنفاجئ ان في صحف اخرى للاسف غير مصريه قالت ان هذا المسرح كان مسرحا شكما على الخديوي. فبعد افتتاحه بعد ايام قليله جاء خواجه المسرح اللي هو كان ايطالي وكان مديره، للاسف الشديد انه اصطنع مؤامره على الخديوي
وقال له لا تذهب الى اكتئابك هذا اليوم لاني كسبت قنبله اسفل الكرسي الخلويه. طبعا حسب عمل تحقيقات ما اكتشف انها كذبه من هذا الخواجه بالاكل او طبعا في مكافاه. طبعا اصبح هذا المصح شهما لم يكن خبير بعد ذلك. بنجد لو صورنا بعد فتح اوبرا هذا المسرح بالفعل كان موجودا، وبنجد ان خديوي اسماعيل بيزوره سنه 1870، وايضا بنجد فيه برنامج كامل اكتشفته، برنامج كامل كان يتعامل معه. طبعا البرنامج ده كان منشور في جريده وادي النيل، وهي الجريده الادبيه الوحيده التي صدرت ايام خديوي اسماعيل وبتوصف هذا المسرح. الجمال بقى في هذا المسرح ما هو اسمه؟ هو اسمه التياترو المصري او المسرح الفرنسي او الكوميدي الفرنسي. ده اللي كان موجود. المشكله ان هذا المكان ظل موجودا حتى عام 1882 للاسف مع الاحتلال الانجليزي. طبعا جاءوا الى القاهره وبالطبع المحتل المستعمر لابد ان ينتقي افضل الاماكن، فانتقى منطقه الاسبابيه اللي هي منطقه الكبار والعظماء، واخذ هذا المسرح وحوله الى زي نقطه شرطه او اشلال للبنود. وللاسف الشديد ان هذا استمر ايضا لغايه 1887 ليتحول هذا المسرح الى مبنى بديل العتبه الموجود حتى الان في، ولا احد يعلم هذه المعلومه. طبعا هناك نقطه من اغلب وجدت خريطتين الاولى قبل ان يكون مصر ولا بعد. طبعا في عام 1871 هنلاقي الخريطه اللي هي على الايسر، هتلاقوا هنا الميدان الاسماعيليه امامه الاوبرا. هنا في مكان بالضبط يمكن هشاور عليه نوع الحاول اللي هو الرقم ده، هنلاقي الرقم ده عباره عن رقم 75. لما نيجي 75 هنلاقي ايه؟ ثيتا فرنسي ادي المسرح الفرنسي. هنيجي في الخريطه بعد ذلك ادي نفس الاسماعيليه، وادي لكن هنا بقى رقمه 74. لكن 74 بوست اوفيس مكتب البريد. ادي الخطين اللي قدرنا نوصل ان هذا المكان كان موجود ازاي واصبح بعد ذلك بريد العمل. طبعا هناك مشكله، طبعا ده اللي موجود حتى الان، طبعا مش هو المسرح الكامل، طبعا هو للاسف حاول يعني عمل شيء من الترميم تغيير وتبديل، لكن المؤكد ان مدخل الكبرى مدخل بريد العتبه بالقبه بتاعته دي هو اللي مدخل المسرح او كوميدي الفرنسي. طبعا هناك في اشكاليه ضخمه موجوده للاسف عندنا، ان هو عند العالمين الموجودين هنا في العتبه اللي يروح يلاقي المقبره سنه 1131، والناس يعني خطا للاسف تفهموا ان هذا هو تاريخ البناء. للاسف طبعا هناك تاريخ وجود اول مؤتمر عالمي للبريد طبعا استضافته في مصر، فعملت ترميم لهذا المبنى ووضع هذا التاريخ الموجود الى الان وهو موجود بصوره خضراء للاسف الشديد. هذا المسرح ايه علاقتنا بالتكنه؟ النقطه دي عملت شيء خطير. وجدت وثيقه لطالب كتب تقول ايه؟ الوثيقه بتقول المعيه الساريه والخديم بيقول لو سمحتم مطبعه دولاب اللي هي مطبعه امريه بعد الخديم بتقول له انت طلبت ان احنا نطبع لك 1500 كتيب فصل تياترو تركي وعربي. يعني هتطبع لك 1500 نسخه من مسرحيه، بس كاتب يعني مسرحيه بالتركي والعربي، لو سمحت خد لنا هنفق عليها مين؟ فخليهم لهم ده على حسابي الخاص، فرقتوا اللي فرقتوه وبعتوا الباقي عندي. الوثيقه بتاريخها كده، بتاريخها اكتوبر 69 قبل انفتاح الاوبرا بشهرين. اذا انت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن نص يخص الكوميدي الفرنسي او المسرح الفرنسي. طبعا مع مرور الوقت مع مرور الزمن اكتشف هذا الخبر اللي موجود في جريده فلمين. مين جريده فلمين صاحبها ابو السعود فلمي؟ التلميذ الاول للبعض الطلبه وكان العاصر ما هو عايش معه. فبيقول له ايه؟ او الخبر يقول ها هو اتكلم عنه، ها هو قد شرع كلام عن القطار، ها هو قد شرع في نشر هذه البدعه، مسرح جديد بدعه اخراج بدعه الجليله بترجمه اللعبه المسماه باسم هيلينا الجليلة أو هي هيلينا الجليلة، وانتشرت من العام الماضي. إذا ده بيتكلم عن 68 كمان مش من 69 من الماضي في أفق الأدبيات، وظهرت في أجمل حلل الإحسان العربيات
اعتنى بتعريفها بالامر الحضره الحيويه وتقريبها للافهام يعني عام حصل فيها تعديل رواد تلك التصورات اللعبيه الاديب الشهير والاستاذ الكبير حجم الدفاع عليك فني استاذ كل من له الديار المصريه معرفه بالعربيه واللغات الاجنبيه. وده اول اعتراف من تلميذ الحميد بان الدفاع الطنطاوي هو الوحيد الذي ترجم هذه اللعبه وهذه المسرحيه وهذه الصوره الدفاع الطنطاوي. وبناء على ذلك نقدر نقول ان الطنطاوي هو كان هو مترجم لنا الجميله وهذا مجال جديد بالضبط للدفاع الطنطاوي الذي ترجم جميع العلوم الا المسرح. وهو بالنسبه لي هو بالفعل ترجمه، اما لماذا لم نضع اسمه ده نقطه اخرى. طب انا حبيت اتكلم عن النص نفسه. النص نفسه بالمناسبه انا قرات عنه خبر في كتاب صدر عن دار الكتب المصريه اظن من سنه 96 كتاب عن الكتب المعربه والمترجمه في القرن التاسع عشر. فوجدت هلالا جميله مكتوب كده لعبه تياتريه غير معلومه التاريخ غير معلومه المؤلف او المترجم بس حط فيها تاريخ فكري. طبعا ده كان حلم بالنسبه لي يعني انا اعرف ان التطور لم يكمل بس عندي الخبر بقى ربطت بين المعلومه وبين وادي النيل اللي قريها من سنين. طب اين هذا النص اللي ممكن افكر في الدنيا كلها؟ طبعا النص مش هو بيقول بيعترف ان هذا النص اتى اليه من بطاقه دار الكتب لكن لا وجود للنص دار الكتب. اصبح هذا النص هو المثال الدائم اللي من حقي اقول للباحثين لطلابي ابحث ممكن تقول نقلا عنه. نقلا عنه لا تجوز الا عندما تفقد المصدر الذي تنقل عنه وضربته مثلا بهذا. الطلبه للاسف الشديد اكتشفوا انهم ما عندوش هذا الكتب اساسا. فاستغلتها فرصه واحنا في اعمال السلام ممكن الرابعه تربيه من اربع سنين من الكلام فقلت لهم ايه رايكم نعمل زياره للكتب ونعملها مجموعه ونحاول نبحث اديتهم هذا. فقلت لهم طيب بالمناسبه كده فهي طلبه بالمناسبه قالت ممكن يا دكتور ابحث انا جميله طبعا ابتسمت قلت لها انا وهي 20 استاذ بنحاول بس في حاله واحده لو عندي قريب موجود في دار الكتب قولي لي وانا كنت بتلاقيها ازاي؟ قالت عندي. قلت لها لازم يبحث حاجه واحده في السجلات العهده التي دخلت في دار الكتب من البدايه. لا تبحث لا في كتب ولا في جهاز الكتروني ولا في بطاقات لا العهده اللي مكتوبه بالبروفيشن هو قالت لي عندي. لما لها انها استاذ ده يعني فاهم قوي. قعد شهر. اتصل بيا الدكتور مصر معانا. كانت مفاجاه المفاجات. قلت لها اكيد طبعا صورناها. قالت لي انا مش مسافر مش جاي مش جاي النوم اشوف هذه النسخه وبالفعل هي هذه النسخه. النسخه اللي مكتوبه. فما كان مني الا انما توعدت بيانها الطالبات ونشرت النسخه هذا العام. كتبت صفحه خاصه باسم الطالبه وحكيت هذه القصه بل وشيت لي عباره عن مكافاه اتخصمت مع الطالبه وبعدين كده بعد اربع سنوات حاجه مفضله لهم كتير قوي عموما مش عارف انا يعني اتاخر طبعا كانت صور النسخه صور سريعه طبعا بالنسبه هذا هو النص هو اول نص باللغه العربيه طبعا ده من كام دقيقه؟ بالمصري اربعه لا طبعا هتلاقوا طبعا بحثنا ايضا في البحث اهو ان انا اثبتت ان هذا النص متى الف ومتى عرض ايضا ونقدر نقول طبعا هنا النقطه كانت مهمه جدا ليه الطهطاوي لم يضع اسمه على هذا النص؟ هو طبعا منشور بدون اسم مترجم طبعا لكن للاسف الطهطاوي عندما كتب على النص لما كان في فرنسا لم يجد شبيها للنص الفرنسي الا الغوازي في مصر لكن لما ربط قال هذا النص هذا ان المسرح في فرنسا له شكل ولكن الشيء الوحيد اللي عنده هو الغوازي ولكن دون وقاحه يعني عاوز يقول ان الغوازي وقح الغوازي موجوده في الحفلات الفرنسيه طبعا ده بالنسبه لي اللي كمترجم لكن ايضا وجدنا ان بعد الطوزه 1833 بيترجم كتابه فرنسيه اسمه ديوان قرار المفاخر في غريب اوائل الاواخر ترجم فيه للمسرح ونقل المسرح الفرنسي الينا سنه 1833 ولم اجد عربيا ترجم شيئا عن المسرح من اي لغه اجنبيه الا لغه عربيه قبل الفرع الطنطاوي وبالتالي استحق بالفعل حتى لو كان
الأشياء الخاصة باللغة العربية والإنجليزية. طبعاً أنا في النسخة الأصلية من اللي هو تاريخ باريس وأصل باريس. أيضاً أنا أنا المصريين لأول مرة في التاريخ العربي. طبعاً أنا يعني المفروض أن أنا بعد درس أجيبكم مجموعة من نسخ النص نفسه كما نشرته. يعني هي المجموعة الأولى وشكراً لكم.